قم وانظر العدل قد شيدت عمارته والجور عندك خزي بيته. أتعلمون أن الله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أشهد أن يوم العهد المعهود والميثاق المأخوذ والجمع المشهود عيد الله الأكبر الذي شيد الله به الإسلام وأظهر به منار دينه القويم لتسطع أنوار القيم والتعاليم السامية التي يحملها يوم إتمام نعمة الإسلام بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وتتويجه بتاج الخلافة العظمى والإمامة الكبرى، فاليد التي ارتفعت لتنصر الإسلام رفعها الله في غدير خم. نبارك لكم جميعا الأمة الإسلامية ولمراجعنا الكرام والإمام صاحب العصر والزمان هذا العيد المبارك، عيد الغدير الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب إماما وأميرا على المؤمنين جميعا. وإذ نحتفل بهذه المناسبة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية ولجميع المؤمنين النصر وإن شاء الله التقدم والخير والبركات. كل عام وأنتم بألف خير. نبارك للأمة الإسلامية والمسلمين عيد الغدير الأغر، عيد الولاية. الحمد لله الذي جعلنا جميعا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين. أحداث عيد الغدير الأغر نقلت عبر الأزمان والأجيال بأساليب مختلفة، فالاحتفال بهذه المناسبة الغالية على القلوب الحاضرة في الوجدان أمر أساسي. لذا فقد وجهت جمعية المحسنية في حي الأمين بدمشق جل اهتمامها في إقامة حفل بهيج تعظيما لهذه المناسبة، إذ حضر فيه حشد من أهالي الحي مع كوكبة من رجال الدين والأساتذة الذين اتخذوا من الكلمات والقوافي سبيلا للتعبير عن ولائهم وفرحهم بهذا الحدث المميز. هذا اليوم كما قلت هو يوم ينبغي أن يحتفي به المسلمون جميعا وأن يتأملوا ما فيه وأن يتلقفوا رسالته وأن يطبقوها في حياتهم، وإذا كان قد مضى ما مضى وكان ما كان ولكنها الفرصة لا زالت متاحة، لأن الإمام الثاني عشر من هذه الدوحة النبوية الإمامية الولائية الذي لا نظير له في هذا العالم المعاصر هو بانتظارنا. كل عام وأنتم بخير. مناسبة عيد الغدير، هذا العيد الذي يجمع ليس الأمة الإسلامية فقط وإنما حتى على مستوى العالم، المستوى الإنساني، لأننا نحتفل بأمر يتعلق بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إمام الإنسانية، إمام العدالة. عبارات صاغتها أحرف نطق بها العلماء والقائمون على الحفل لترسيخ قيم هذا العيد في نفوس الحاضرين، حيث بيّنوا أنه مثلما ينهمر الغيث من السماء لتنتعش به الأرض وتزدان، انهمرت على البشرية رحمات النبوة، فكانت الرسالة التي منحت العالم النور والسرور ليشد الله أزر الرسالة المحمدية بولاية حيدرية دائمة بعده حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لهذا فليقف التاريخ صامداً طائعاً لمبادئ الحقيقة التي لا تقبل التحريف والتي تنبثق من الإيمان بالله والتلاصق الروحي بالأحداث الدينية والإسلامية المهمة. والله أجواء كتير حسنة جداً، يعني أول مرة أنا بحضر هون، يعني متشيع جديد، فلقيت شغلة فرحة كبيرة يعني بالنسبة لي، يعني الحمد لله رب العالمين أنه هداني إلى الطريق المستقيم، طريق محمد وآل محمد، وهذا شعور يعني كتير حلو يعني، وإن شاء الله نتم على الطريق هذا.
أياد تشابكت وقلوب تصافت ونفوس تسامحت، حناجر توحدت بنطق عبارات المؤاخاة لتشع الأرواح معلنة الحب والسلام. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعامية: إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصية. فقال: قم يا علي، فإنني قضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. جزى الله خيرا والجزاء بكفه أبا حسن عنا ومن كأبي حسني. لبرنامج صباح كربلاء، صفاء الواسطي، دمشق.